هذا يسأل عن عادة الصوفية في بلد من البلدان، يجتمعون في المسجد 3 أيام في الأسبوع، ويتحلقون حلقة ويقرؤون جميعا حزب الرفاعي. يا أخي هذه كلها باطلة وكلها ما لها أصل وبدع، ولا الرفاعي له ذكر ولا فلان له ذكر. الذكر ما ورد في الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع الرسول ما نتبع الرفاعي ولا فلان ولا فلان، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر الله بدون أننا نتحلق أو نجتمع. نذكر الله، كل يذكر الله، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كما قال تعالى: ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأنت تذكر الله في أي مكان وحدك، ما هو مع أحد، تذكر الله وأنت راكب، تذكر الله وأنت تمشي، تذكر الله وأنت مضطجع، تذكر الله في ركوعك وسجودك بدون جماعات وبدون. نعم.